تاريخ النادي الصفاقسي كبير، جمعية بركة الله عمرها 87 سنة، جمعية كبيرة برجالها من مسيرين من لاعبين قدامى من أحباء. وانت شفت اليوم بركة الله معناها عدد اللاعبين القدامى المتواجدين هون يواكبوا في النادي الرادي الصفاقسي، عدد الجماهير. احنا فرحانين انا اليوم نحتفلوا بالذكرى 87 عن ميلادنا النادي الرادي الصفاقسي، والذكرى السابعة لمولد هيكل السوسيوس. وانا شخصيا راضي كل رضا على تاريخ النادي الرادي الصفاقسي، وان شاء الله نستحفظوا عليه، وان شاء الله مستقبله يكون خير من ماضيه. واكيد ان النادي الصفاقسي بلاعبيه بجمهوره بمسيريه، اللي اخر مسير معناها غادرنا سي عبد القادر الدول، اللي احنا اليوم عندنا ذكرى معناها ذكرى وفاء للسيد هذا اللي خدم 40 ولا 45 سنه في النادي الرادي الصفاقسي بكل تفاني بكل حب بكل معناها. ما اعتقدش ان النادي الصفاقسي مش يلقى مسير اخر، ولا النادي الصفاقسي ولا جمعيه اخرى انها تلقى مسير في حجم سي عبد القادر ده، وان شاء الله يسمحنا وان شاء الله ربي يرحمه. من اللاعبين القدامى في النادي الرادي الصفاقسي اللي صنعوا تاريخ سي اس اس، اليوم سي اس اس 87 سنه ودي مازالت يكبر اكثر. والله 87 سنه عطاء 87 سنه معناتها تيتوات 87 سنه القاب معناتها متوسطيه وافريقيه وعالميه. النادي الرادي الصفاقسي مدرسه كرويه ومدرسه اخلاقيه. النادي الصفاقسي وقت تقولوا النادي الصفاقسي قلعه الاجداد والامجاد، كون عديد اللاعبين ثمني على سبيل معناتها المرحوم عليه الساسي وقراجه ودلهوم وذويب والعقبي وعقيد الله يرحمه. معناتها النادي الصفاقسي مدرسه حقيقه مدرسه، ولذا احنا فرحانين مرور 87 سنه هذوما، وان شاء الله معناتها الاجيال القادمه تحتفل بالمئويه باذن الله. ونقول لهم لا خوف على النادي الصفاقسي، راهو النادي الصفاقسي بخير ما دامش العناصر اللي فيه الشبان قاعدين يعطيوا نتائج والقاب على الصعيد القومي، ولا خوف على النادي الرادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي 87 سنه للسي اس اس ايفينمون كبير، والسي اس اس شو تنجم تقول في كلمه على اللي قاعد تشوف فيه الان؟ مش هذا النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي 87 سنه باش يوصل لك سيرتانمون، فما برشا ناس خدمت وبرشا ناس طاحت وبرشا ناس تعبت. تعرف الخطوات الاولى هي الصعيبه، فما ناس خدمت قبلنا احنا في ظروف صعيبه في اوقات صعيبه في تسير صعيب، فما تداول نتاع مسؤوليات. اليوم احنا موجودين في النادي الصفاقسي في العائله هذه اللي قاعده تكبر وقاعده ان شاء الله معناتها خذينا الرولاف على ناس اخرين، وفي مجيد ناس اخرين تاخذ بعدنا، وهذاك هو النادي الصفاقسي معناتها قاعد الحمد لله قاعد يكبر من عام لعام من شهر لشهر من اسبوع لاسبوع من يوم ليوم. النادي الصفاقسي معناتها مدرسه على جميع الاصعده معناتها، ولهذا ديما كان سباق في كل حاجات. ان شاء الله معناتها نشوفوا النادي الصفاقسي في السنوات القادمه انه يزيد نقولوا احنا يتقدم على جميع الاصعده ان شاء الله. المختار شنو البطوله والبونتو اللي مازالوا في مخك تو في مسيرتك الرياضيه مع السي اس اس؟ والله بطوله 70 71 معناتها كانت نهائي 70 71 والبطوله مع بعضهم حقيقه معناتها كانت الدور النهائي ضد الترجي، وقتها سجل عبد الوهاب الترابلسي الهدف 1-0 ثبني 13 جوان 1972، ولذا هذا يقعد للتاريخ. والنادي الصفاقسي ما شاء الله تحصل على العديد الالقاب الافريقيه، ولذا مستقبل النادي الصفاقسي بشر بكل خير، ومازال ان شاء الله يطمح للعالميه. ولذا قل لهم لا خوف على النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي بخير باذن الله. بطوله حققتها في مسيرتك مع السي اس اس وتتصدي ما تنساش. وبصراحه انا نقول لك اول الموسم نتاعي اللي جيت للنادي الصفاقسي عام 94 95، وتحصلنا على الثنائي والانتصار ضد الترجي دور نصف نهائي اللي تصديت فيه 4 ضربات جزاء اللي كان حاسم بالنسبه لنا احنا باش تحصلنا على الثنائي. هذاك من العوام اللي ما نجمش ننساهم، وزاد بالنسبه لي انا كوب ديلاكاف 98، البطوله العربيه عام 2000، برشا القاب. بون فما زاد خيبات اللي كنا زاد نتمناو باش يصير، ولكن في كره القدم موجوده الخيبات وموجوده النجاحات، لكن الحمد لله في 21 سنه الاخرانيه اللي انا كنت موجود فيها بالنادي الصفاقسي ولو حتى ب 1% كنت اعطيت من مجهوداتي، اعطيت من تعبي، اعطيت من واحد كيما الناس الكل اللي كانت موجوده، والحمد لله هذا معناتها شرف لي وشرف لاي انسان ينتمي للعائله نتاع النادي الصفاقسي. مش لازم تهدر برشا عالشمعيه، عام 28 الحكايه بدات و
بون ان شاء الله نادي رياضة صفاقس كل عام هو حي بل في خير، وصحيح سنة العام معناتها 87 سنة، ان شاء الله العام الجاي يكون خير من سنة تتويجات، وان شاء الله CSS ديما حافل بالألقاب. ووقت تشوف والله يرحم رجال سي عبد القادر الدو، معناتها انسان خدم قلب ورب الجمعية، ونحب معناتها تحية للمسؤولين والجمهور وسيرتو الجمهور اللي تعبوا فيه، وحمدي رقيق الله يرحمه. فرحة كبيرة وكتار العائلة كل موجودة، ومع الناس كل شيء يدير مع الجمعية وكلها. وبهذه المناسبة نحب نرحم على سي عبد القادر الدو، الله يرحمه وينعمه. الراجل هذا عطى برشا للسياسات وخدم السياسات وثيقة برشا، الله يرحمه وينعمه.